مرات سمي وليدك. سميت والده. حصل على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في مهرجان مخرس السينما على الأنترنت، كما حاز على تقييمات ممتازة في الصحافة الأمريكية أبرزها لوس أنجلوس تايمز. ومثل المغرب في حفل توزيع جوائز الأوسكار والجولدن جلوب سنة 2020، وذلك بعد اختياره الرسمي في مهرجان كان الذي حصل فيه على جائزة السينما الإيجابية. إنه الفيلم المغربي آدم للمخرجة مريم التوزاني ومن بطولة نسرين الرادي، لبنى أزابال وعزيز حطاب. واحد لما كنت تاخد دراري الصغار كنت تلقى لي ربيهم شنو ندير؟ خليت ولد برسمية ولد الحرام. الفيلم يتناول قضية الأمهات العازبات في المغرب ويتطرق لوضع المرأة بشكل عام. واستحدث قصة الفيلم عن سامية التي دخلت في علاقة جنسية خارج إطار الزواج، نتج عنها حمل سبب لها الكثير من المشاكل مع أسرتها، فاضطرت لمغادرة المنزل والبحث عن عمل وهي حامل في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء. وبعد تشرد طويل ستلتقي بعبلة التي ستوافق على أن تعمل لصالحها بعد أن عرفت المعاناة التي تقاسيها سامية كل ليلة. إلى بقى ما هي حياتها تضيع، لا تتوهمني ما نعرفش نقيكم أسألت قدرة ترجلو. أنا لا بارتيسيباسيون ديالي في الفيلم آدم إيتي أون بارتيسيباسيون بور موا سي أن أونور باسكو جي ترافاي مع مريم توزاني. سي أون فام أدورابل يعني إنسانيا ديجا. Parce que c'est quelqu'un qui fait attention les comédiens, c'est quelqu'un qui dissipe les soucis, c'est quelqu'un quand elle voit quelqu'un les mqlqlha di elle essaie quand même de l'encourager, de savoir qu'est-ce qu'il a. C'est une femme très très professionnelle au niveau du cinéma. C'est quelqu'un vraiment qui elle sait ce qu'elle fait. Elle laisse rien passer. Amel Makhach Mokhtanabi. C'est une femme très courageuse et où Anna j'étais. Je connais pas avant, mais bon, enfin je savais ça avec le film. J'étais impressionnée par cette dame. Bien sûr, Anna, j'étais heureuse d'avoir participé avec le film. Anna, qui avec Nabil Ayouch en même temps, qui a essayé quand même de nous diriger, de nous aider aussi et de l'aider aussi. Et ça, c'était un honneur pour moi. Je travaille avec des grands. صراحة زعما سيتي دي جون لي مانيفيك خدمة معاهم. اي كتحسي براسك كديري السينما ماشي تي في با شي حاجة دو ليجي مي شي حاجة دو تري سيريو. اي لو سي غراس ا سا كو لو فيلم نجح. وانا لا بارتيسيپاسيون ديالي كانت صغيرة بزاف، ولكن انا ما عنديش مشكل انني يكون عندي دور صغير في فيلم ناجح بحال آدم، لأنه فيلم نجح بزاف أو نيفو ناسيونال و إنترناسيونال. إي سا 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 ما في بليزيغ. سي فغي كو صورت بزاف لي سيكونس لي تحيدو في المونتاج فوت دو طون بوتيتر، مي جيتي أن بوتي شوية ديسو لحقاش كنت باغا أنه لي سيكونس كلهم يدوزو. بيان سور لأن ضربنا فيهم تمارة و كنا بغيناهم يكونوا في الفيلم، ولكن مالوغوزمون مكانوش في الفيلم. Mais ça n'empêche que j'étais quand même fière de faire partie de ce film, les خدموا فيه ناس professionnels avec le vrai sens du terme. السينما غالبا ما ترتبط لدى المشاهدين بأبطال الفيلم أو المخرج، إلا أن إنتاج فيلم سينمائي يقف وراءه جنود خفاء تتوزع مهامهم بين الكاميرا والصوت والكتابة. السلام عليكم، معك هشام أيتالي، خريج المعهد السينمائي ورزازات. خدمة ديالي مسؤول إضاءة. أنا اللي كنت كلف بالأورغانيزاسيون ما بين مدير التصوير وليكيب ديالي، حتى تكون واحد المجموعة ديال الأفراد. كنديرو الروبيراج، كنحاولو نعرفو واحد ليدي جينيرال على ستيل اللي باغي مدير التصوير، كنحاولو نطبقوه في أرض الواقع. وكنشوفو شحال خصنا في الماتيريال، شحال من واحد في ليكيب خصو يكون، وهادشي كيحكم عليه البيتشي ديال لابروديكسيون، شحال من عوامل يعني باش نقادو لا لوميير ديالنا. كيحكم علينا اول حاجه هو الديكور والسباس اللي كاين، فين غنحطوها، شنو هما لي زوبستاكل اللي تيكونوا، فهمتي؟ يقدر يكون عندك ديكور كبير، يقدر تكون بيت صغيره، يقدر تكون ان غروند سباس، فهمتي؟ يعني كنشوفوا
الماتري اللي عندنا الافكتيف اللي عندنا هاد نشوفو شي يمكن نطبقو داك الشيء اللي تيقول المدير التصوير ولا لا والدور ديال الالمير دور اش نقول لك هو اللي تيكمل الخدمه ديال الناس الاخرين هو اللي تيكمل الخدمه ديال الناس ديال الديكور ديال الكوستيم الا واخا تكون الخدمه ديال الديكور زوينه والخدمه ديال الكوستيم واعره الا كانت الاضاءه عيانه ما كيبان والو يعني بحال كنضربوا اليوم خدمتهم في الزير الور هو عنصر مهم ومكمل اساسي سكيفي الا كانت عندنا واحد الاضاءه زوينه اوتوماتيكمون غيبان كلشي داكشي زوين كانت الاضاءه عيانه اوتوماتيكمون كلشي الخدمه ديال الناس مشات ولكن كنخدموا الثاني بعامل كما كيقولوا الزمكان يعني المكان واش بحال من بين المشاكل اللي كنواجهو كيبحال تيقول لك يبغيو يصوروا في المدينه القديمه الور واش عندنا لي بوسيبيتي ديال ندخلوا الماتيريال كامل داك لوندرو فين بغاو يصوروا على سبيل المثال الجروب الكتروجين اللي ما عندكش تما فين تحط فين تبرونشي ولا هذا خصك اوتوماتيكمون الجروب ديالك سيبار الور واش كاين كيفاش تدخل الجروب تما هادو من بين المعوقات اللي كنطيحوا فيهم بزاف ولا ثاني في لي زيكستيرور يعني في الجبال في الواد شي العوامل اللوجيستيك يعني الريجي اللي كتحكم بالضروره والناس اللي قايمين عليها هما اللي كيحكموا عليك الور اللي كان ريجيستير واعر كيضرب الحساب لهادشي من الديبار كيف كيفاصل لك الخدمه كيخلي لك لاكسي فين تدخل كيعرف اش غيخصك كتلونسي ليه واوتوماتيكمون كيوفر لك جميع العوامل Rejoices in God, my Savior. Remember what your messenger said. The first thing. Don't be afraid. I don't consider myself to be a particularly ethical person, but I am fair. Can you keep a secret? Father, son, and house of Gucci. At least I'll have a friend. Nope, you flew away immediately. Quit it!